السلام عليكم. السلطات العمانية تعلن وبدون مقدمات أن وساطتها نجحت في الإفراج عن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواس التي كانت مختطفة في اليمن منذ ديسمبر الفائت، مؤكدة إلى أن الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت في مسقط، بينما لم تفصح اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن هوية خاطف موظفتها التونسية نوران حواس التي تم إطلاق سراحها. لم يتم توضيح دوافع الاختطاف أو التفاصيل الإفراج، واكتفت اللجنة بالإشارة إلى إطلاق سراح نوران في تغريدة على تويتر قائلة: زميلتنا نوران أطلق سراحها وهي في طريقها إلى مسقط. ومن ضمن التفاصيل الغامضة لملف الاختطاف أن نوران تم اختطافها برفقة موظف يمني يعمل لدى اللجنة الدولية، إلا أن الخاطفين سرعان ما أفرجوا عنه بعد ساعات. هذه التفاصيل وغيرها ضمن الغموض الذي يكتنف ملف اختطاف الأجانب في بلادنا، ويضع استفهامات كثيرة حول استخدام الاختطافات لأغراض أمنية وسياسية وربما مالية، غير أن مراقبين يرجحون أن خيوط الوساطة العمانية قد تكون لها امتدادات وعلاقة واضحة في مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب التي تحتفظ بعلاقة جيدة مع السلطان والسلطنة. وهنا نتساءل: هل أصبحت الاختطافات في اليمن والوساطات الإقليمية لإطلاق سراح المختطفين ضمن الملفات الغامضة؟ وهل الوساطة العمانية إشارة إلى أن الاختطاف كان في مناطق سيطرة الانقلاب؟ وهل نستطيع القول إن شبكة الاختطافات ترتبط بحبل سري سياسي وأمني بأطراف الانقلاب؟ مشاهدينا الكرام، حول ملف الاختطافات الغامضة في بلادنا ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. فأهلا بكم وبه مساء الخير. مساء الخيرات. أنا مساء. أهلا بك معنا في المساء اليمني. ربما هذا الملف أثار الكثير من الاستفهامات حول ما طبيعة الوساطات العمانية ومع من كانت، وهل أصبحت الاختطافات في اليمن تجارة ربما يستخدمها الحوثيين؟ دعنا نبدأ النقاش أستاذ محمد، ولكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ظهرت نوران حواس في العاصمة العمانية مسقط لتشكر كل من قام بالوساطة للإفراج عنها. نوران المواطنة الفرنسية من أصل تونسي، اختطفت في صنعاء في الأول من ديسمبر 2015. الطريق الذي سلكته إلى مسقط غير واضح، والأطراف التي اختطفتها لم يتم الكشف عنها. الوساطة العمانية لم تزح الستارة عن العملية أو من قاموا بها، لكن خيوط الوساطة العمانية بحسب مراقبين تشير إلى أن نوران حواس كانت مختطفة في مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، وهي حادثة تذكر بمثيلات لها في السابق، إذ تتشابه ظروف الاختطاف والإفراج معا، حيث سبق وأعلنت الخارجية العمانية ذاتها الإفراج عن 6 رهائن كانوا لدى ميليشيات الحوثي، هم أمريكان وثلاثة سعوديين وبريطاني. سنة الاختطاف لدى ميليشيات الحوثي صارت فريضة مؤكدة لكل من أراد حصد الأموال من أسر المختطفين كفديات مقابل الإفراج عنهم. فقد أفادت مصادر مقربة من أسرة المختطف عبدالله الضبي أن ميليشيا الحوثي والمخلوع طلبت من أسرته مبلغ 100,000 دولار كفدية لإطلاق سراحه، وليس عبدالله وحده، فعشرات الأسر اضطرت لدفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن أفرادها مما وقعوا في قبضة الميليشيا. مئات الشكاوى التي يرفعها أقارب المختطفين تتحدث عن مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراح ذويهم، ولكن أحياناً لا تفي الميليشيا بوعودها حتى في حالة دفع المبالغ. ومن الواضح أن قيادات ميدانية في جماعة الحوثي الآن كانت لها أدوار واضحة سابقاً في عمليات الاختطاف، بل إن بعضهم أصبح يتربع في الهرم السياسي الأعلى لتحالف الانقلاب، وهذا ما يعزز تأكيدات مراقبين لتاريخ الميليشيا أن شبكة الاختطافات الأمنية والمالية تابعة لتلك الشخصيات المرتبطة بالجماعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا مرة أخرى، أرحب به الأستاذ محمد الأحمدي. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بكم محمد. يعني لو بدأنا الحديث عن إطلاق سراح نوران حواس عبر وساطة عمانية كمدخل ربما لملف أو لقراءة ملف الاختطافات في اليمن، كيف تقرأ هذه الوساطة؟ كيف تقرأ كيف تم الإفراج على نوران حواس رغم يعني أنها قد ارتدت البزة الحمراء وهي بزة الإعدام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة أولا عبر قناة بلقيس أهنئ كل الطواقم الإغاثية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ولأسرة نوران حواس أيضا تحريرها واستعادة حريتها رغم المعاناة للأسف التي أيضا عايشناها معها لحظة بلحظة. إطلاق سراحها في الحقيقة يعني هو العودة إلى الحالة الطبيعية لها ك يعني إنسان يفترض ألا يتم تقييد حريته على هذا الشكل وتهديد حياته بالصورة التي تمت، وهي في الحقيقة ليست الحادثة الأولى بالنسبة لليمن. والحديث هنا عندما نتحدث عن الاختطافات في اليمن فإننا نغوص في ملف من أكثر الملفات غموضا وتشعبا وأيضا يعني حيرة. مسألة الاختطافات في اليمن أولا لا ننسى أنها تعود إلى وقت يعني إلى ما قبل سنوات، وكانت ربما في بعض الأحيان حسب ما يرى محللون سياسيون قرأوا الظاهرة في السابق أنها جزء من أدوات النظام السابق في إدارة الأزمات في البلاد من خلال مثل هذه القضايا، وأن هناك حبلا سريا يربط جماعات الاختطاف للأجانب ولليمنيين أيضا بأجهزة النظام السابق إما لحسابات سياسية وربما أيضا حتى تجارية أو ما أشبه ذلك. مسألة الاختطاف بحد ذاته جريمة في القانون الدولي والقانون اليمني أيضا، وهنا مسألة يجب أن أشير إليها. اليمن رغم أنها يعني أنشأت المحكمة الجزائية المتخصصة جاءت كردة فعل في محاولة أيضا لمعالجة هذه الظاهرة بعد أن تفشت بشكل كبير في سنوات سابقة، لكنها في الأخير هذه المحكمة يعني أخذ عليها الكثير من الملاحظات القانونية ولم تحد من الظاهرة في الحقيقة. من جانب آخر حين نتحدث عن ملف الاختطافات في اليمن وتفشي هذه الظاهرة بعد سقوط الدولة أو اختطاف الدولة برمتها في اليمن بأيدي ميليشيا مسلحة، يجب أن نذكر بأن ميليشيات الحوثيين وهي جماعة عنف وحركة منظمة مسلحة لها يعني ثقافة موغلة في الاختطافات، تعود إلى الاختطافات ونظام الرهائن كما سبق في عهد الأئمة الذين حكموا اليمن، وبالتالي هناك امتداد ثقافي لهذه الظاهرة التي يعد الحوثيون امتداد لما سبق من حكم الأئمة. المسألة الأخرى أيضا منذ نشأة هذه الجماعة جماعة الحوثيين في صعدة كان هناك حوادث اختطافات، نتذكر اختطاف الألمام في صعدة وهو ملف غامض، ثم بعد ذلك أيضا حدثت اختطافات وكان يعني أطلق سراح بعض المختطفين، لكن بعض المختطفين نتذكر الألمان سابقا في صعدة قضى بعضهم نحبه بظروف غامضة. يعني أفهم من كلامك أستاذ محمد أن كل الدلائل تشير إلى أن ملف الاختطافات ملف غامض لم يعني تتمكن الدولة السابقة من حله ولا يعني حتى المجتمع الدولي حتى الآن. بالضبط هذا ما أريد أن أقوله، يعني بل أنه ربما بعض الأصابع الاتهام تشير أحيانا إلى النظام السابق في تحريك بعض الأدوات للاختطافات وممارسة الاختطافات إما لضغوط معينة. نتذكر أنه في إبان الأزمات السياسية التي عصفت في البلاد منذ مطلع التسعينيات مرورا إلى الحرب الأهلية في اليمن، ثم في نهاية التسعينيات أيضا كان هناك حوادث اختطافات بعضها كانت في الحقيقة تأخذ طابع حقوقي من طرف الخاطفين، يعني بعضهم كان إما يطالب بتنفيذ عقوبات معينة صدرت بحق قاتلين أو متهمين بالقتل، وكانت من أطراف قبلية. لكن بعد ذلك في أواخر التسعينيات تحديدا في 98 عندما اختطف مجموعة من السائحين البريطانيين على أيدي ما كان يسمى بتنظيم جيش عدن أبين، يعني وأعدم بعضهم عندما تدخلت القوة أمنية لمحاولة تحريرهم بالقوة، ثم بعد ذلك توالت عمليات الاختطافات، تشترك في الاختطافات جماعة الحوثيين وجماعات قبلية بالإضافة إلى تنظيم القاعدة.
السؤال الذي طرحته في بداية الحلقة. نعم، أود أن نعود إليه، يعني هل نعم. هل يمكن أن تكون الوساطة العمانية إشارة إلى أن الاختطاف في يعني مربع الحوثيين؟ يعني عندما نتحدث تحديدا عن الوساطة العمانية، هذه ليست الأولى في قضية تحرير رهائن مختطفين، سواء لدى جماعة الحوثيين أو لدى تنظيم القاعدة. سبق لسلطنة عمان أن مارست دور الوساطة في إطلاق سراح مختطفين رهائن لدى تنظيم القاعدة، وكان نعم. هناك تسريبات نشرتها بعض وسائل الإعلام عن فدية قدمتها سلطنة عمان لتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح رهائن أجانب كانوا بأيدي التنظيم، بالإضافة أيضا إلى محاولات أخرى لدفع فدية من طرف سلطنة عمان لجماعة الحوثيين في وقت سابق لإطلاق سراح أجانب، وهذه المرة أيضا بحكم أن نوران حواس يعني تحمل الجنسية الفرنسية جاء هنا الاهتمام بإطلاق سراحها. أعود للتذكير أساسا أن مسألة الاختطافات اليوم، ونحن نتحدث عن واحدة من أو عن حلقة في مسلسل ممتد من الاختطافات التي تكتنفها أيضا جوانب غموض كثيرة، أن يعني ملايين البشر اليوم في اليمن هم مختطفون في الحقيقة. المجتمع اليمني، وهنا أكرر وقلت هذا الكلام في أكثر من مناسبة وعلى قناة بلقيس أيضا، أن اليمنيين اليوم يعني جماعة الحوثيين أخذت اليمنيين كمجتمع رهينة مقابل المقايضة على بقائها كسلطة أمر واقع، أو في محاولة تحسين شروطها التفاوضية خلال المشاورات التي تمت خلال الفترة السابقة. يعني حتى في طريقة توزيع المربعات الأمنية للحوثيين وإطرح وتعيين مشرفين أمنيين ينم عن عقلية يعني تعزز هذه الثقافة، ثقافة اختطاف المجتمع وتقاسمه وبالتالي المقايضة عليه. في جانب يتم المقايضة على المجتمع الرهين اليوم، يعني في كما أشرت في مقابل المقايضة عليه كسلطة أمر واقع وإبقائها أو تحسين شروطها التفاوضية، ومن ناحية أخرى ازدهرت السوق السوداء لبيع المختطفين لدى سجون ميليشيات الحوثيين وصالح خلال العامين الماضيين بشكل واسع مقابل الحصول على أموال فدية من أهالي الضحايا. عند هذه القصص نتوقف عند إحداها. أستاذ محمد معنا عبر الهاتف الأستاذ نايف الثابتي، وهو مختطف سابق لدى ميليشيا الحوثي من مأرب. مساء الخير أستاذ نايف. مساء النور والعافية. نعم أستاذ نايف، يعني بداية حدثنا عن ظروف اختطافك وكيف تم إطلاق سراحك بمقابل فدية مالية، وعن هذه الحكاية البسيطة التي ربما عشت بعضا منها في سجن الاختطاف. في البداية أسعد الله مساءكم بالخير وكذلك مشاهدي قناتكم، ونسأل الله لكم التوفيق. طبعا قضية الاعتقال، أنا لا أسميه اعتقال كما تقولوا، أسميه اختطاف، ونحن نقول منذ بداية الحلقة اختطاف، يعني لم نسميه باعتقال. نعم أيوة اختطاف، لأنه الاعتقال يعتقل الجهة من دولة، وهؤلاء نعم. غير رسميين، نعم. يعني انقلابيين. قضية المعتقل أو المختطف هذا يعاني عناء كثير. طبعا أنا أحد منتسبي جامعة صنعاء، خريج إدارة وتخطيط تربية ماجستير، حصلت على الدرجة بنسبة 99 امتياز مرتفع الشرف، وفور إعلان النتيجة بما يقارب ربع ساعة أخذت بعدها مباشرة إلى جهة مجهولة من قبل هذه الميليشيات. الطريقة التي يأتوا بها، يأتوا بطريقة استفزازية بأفراد أطفال لا يوجد يعني أي مسوق لهذه الأعمال التي يقومون بها. طبعا أنا أطلقت كما كان ضيفي الكريم يتكلم
في ذكرى 11 فبراير أن هنالك سوق سوداء جديدة للمتاجرة بحريات الضحايا. وعلى العموم في هذه المعتقلات يحصل ما لا يتصوره الإنسان من أنواع وأصناف التعذيب، أقلها أنها أو أدناها أنه يحرم من زيارة الأقارب، وثانيا يوضع الشخص في هذه الزنزانات ما يقارب من يوم يومين لا أكل لا شرب، كذلك أكرمكم الله وأكرم السامع البول والبراز يأتوا له بأدوات يعني صحة ومشمع في نفس المكان، زنزانة انفرادية لا يستطيع الفرد أن يمتد، يعني إذا أراد أن ينام لا يستطيع الإنسان أن ينام إلا وهو بشكل منكفط. أظليت ما يقارب 3 ليالي بأيامها لا أكل لا شرب، وفي اليوم الرابع أخرجت وإذا بأمامي كلب كبير يقال له طالي، فيعرض الإنسان للتهديد بالكلب، ثم يستخدمون أساليب أخرى، الضرب بأعقاب البنادق، اللطم على الخدود. ما الذي كانوا يريدونه منك أستاذ ثابت؟ يعني هل عرفت لماذا تم اختطافك؟ والله كانت التهمة الأولى أنني داعشي تكفيري، طبعا أنا من أبناء مأرب، في الأخير يعني أتى بتهمة أخرى أنني أرسلت من قبل قائد المنطقة الثالثة اللواء الركن عبد الرب الشدادي ضمن مقاومة آزال، أشياء كثيرة. في التحقيق كنت اتهمت ايضا ما علاقتي ب 2011 ان كان موقعي، علاقتك يعني الان من المرتزقه، وتهم كثيره يسندون توزيع شرائح، اشياء كثيره يسندونها، التهم موجوده في الادراج لديهم. وهنالك في الحبس وجدت اشخاص دكاتره، أساتذة جامعات، باحثين، أئمة مساجد، خطباء، لم أجد في الحبس لا قاتل لا سارق لا زاني إلا شخص يدعى عادل المحمي، كان طبعا قاتل لأخوه من قبل سنتين، وعندما دخل الانقلابيين في صنعاء جعلوه الشاوش على الحبس. هل عرفت أين يكمن هذا الحبس أو هذا يعني؟ نعم في الأخير أنا عرفت الشخص الذي اعتقلني والرفقة الذي اعتقلتني، وهم مجموعة من أبناء الحيمة، وأبناء الحيمة الشرفاء يتبرؤون من هذا التصرف، شخص يقاله محمد عبد الله الفقيه يكنى بأبو فاضل، وعلي لطف شرف الدين أبو هاشم، وأحمد الكبسي يلقب بالعاقل، وعبد الواحد داود يلقب بأبا نعيم. هؤلاء هم من اعتقلوا الدكتور عبد الرزاق الأشول وزير التربية والتعليم سابقا، واعتقلوا الأستاذ محمد الظاهري، واعتقلوا الأساتذة الذين دخلوا إلى جامعة صنعاء، وكذلك اعتقلوني هم نفسهم. نعم طيب أستاذ نايف، يعني كيف تم إطلاق سراحك؟ احكي لنا هذه النقطة يعني حتى نوضح للناس التجارة السوداء التي ذكرتها أنت ربما في بداية حديثك. والله أنا أسميها سوق سوداء. أولا كان في شخص يعني محبوس بين المساجين، وكانت مهمتها التنسيق لأخذ هذه المبالغ لإعطائها إلى الجهة التي أعلى منه. وطبعا أنا شخصيا أخذت مني مبالغ لكنها قليلة، لكن غيري أخذ مبالغ باهظة. أنا كان سبب إطلاق سراحي بسبب أنني عرفت الأشخاص الذي اعتقلوني ومنازلهم التي يسكنونها، فلما عرفوا بهذه الأمور حاول أن يعني يطلب مني أن لا أخبر، أن لا أتكلم عنه شرط أن يطلق سراحي، فقلت له ما يعني ما يثبت ذلك،
قال طبعا أنا كنت خرجت من الجامعة وكنت أطالبه أن أخرج أعتمد النتيجة، فأخرجني بركفة مجموعة من الميليشيات إلى الجامعة، فعاملت اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، اليوم الرابع ترك لي الحرية أن أخرج، فخرجت وعدت بنفسي، واليوم الخامس خرجت ولم أعد. طبعا قضية المتاجرة بالسوق السوداء في أشخاص كثير، الأخ المعتقل الذي لا زال في الاعتقال نسأل الله أن يطلق صراحة صلاح القاعدي، صحفي عذب أوذي ضرب أخذت منه مبالغ، وكان على أساس أنه عنده نقله إلى سجن هبرة أنه بيخرج، فأتى وودعني وقال أعطيت مبالغ مقابل أن أخرج، فوجئنا بعد أن خرجت أنه لم يطلق صراحة وإنما نقل وإلى زال إلى اليوم في هذا السجون. من المتاجرة بطريقة أخرى إذا أراد شخص أن يخرج وتم إطلاق صراحة وهم كثر ولا يستطيعون أن يتكلموا إليكم الآن كونهم لا يزالوا في صنعاء ولديهم ضمانات تجارية مالية، هناك ضمانة من عاقل حارة وضمانة من تاجر صاحب محل وضمانة من تاجر معتمد في السجل التجاري، المبالغ التي يأخذوها مبالغ طائلة، وكثير يعني من الناس الذي أعرفهم أخذت منهم مبالغ، منهم من أخذ منهم بنادق يعني لا يستطيع أن يدفع مبالغ فأتى بندق، ومنهم لا يستطيع أن يدفع مبلغ فأتى زوجته بذهبها، ومنهم ما لا يستطيع فأتى بأدوات منزلة، فأشياء يعني يستطيع قد تقول يخجل الإنسان أن يذكرها على الهواء مباشرة، لكن لكي يتضح للمشاهد وللمستمع ما تقوم به هذه الميليشيات من متاجرة بأرواح السجناء أو المختطفين، أنواع الأشياء التي يمتهنون بها كثيرة، وأعتقد أن أهمها هي الضمانات، يأتوا بعاقل حارة فلا يستطيع أن يخرج ويخرجوها اليوم الأول وجلس 3 أيام 4 أيام ثم يستدعوه أسبوع واستدعوها. الآن أتواصل مع كثير من الزملاء الذي خرجوا وحسب ما يفيدوني أنه يجلس أسبوع ويستدعوه، إذا لم يحضر أتوا بعاقل الحارة أو بالضامن التجاري وحبسوه حتى يأتي به مرة أخرى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نايف الثابتي، المختطف السابق لدى ميليشيات الحوثي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أستاذ محمد، يعني تعقيبا على ما طرحه الأستاذ نايف، هناك فعلا سوق سوداء، هناك ربما أشبه يعني بمرحلة الرهائن في العهد القديم، يتم اختطاف من هنا وهناك، ربما في قديما كان يتم إسكات آباء المختطفين حتى يكسبوا ولاءهم وطاعتهم، الآن يتم بيعهم لأهاليهم بطريقة مستفزة للغاية. صحيح، يعني هي صورة من صور الرق أو الاتجار بالبشر. يعني في الحقيقة أولا أنا أبارك للأخ العزيز ثابت أن أطلق صراحة نايف إطلاق صراحة، ويعني نتمنى لكل المختطفين أن يطلق سراحهم، أن يتحرروا من قبضة الميليشيات بالسلامة إن شاء الله. لا ننسى أولا أنه يعني بالإضافة إلى أخذ أموال، ربما ينظر بعض الناشطين إلى أنها فرصة لإنقاذ حياة يعني شخص أو إنسان، طالما أنه يعني حياته أغلى بالطبع من دفع أموال لإنقاذ حياته. ولكن بالمقابل هنا ليست المشكلة عند الأهالي الضحايا أو الضحية نفسه الذي يحاول الخلاص أو الإفلات من قبضة هذه الميليشيات المتوحشة، ولكن للأسف الإشكالية هي في نفسية وثقافة هذه الميليشيات، كما أشرت في بداية حديثي إلى يعني ثقافة موغلة في الاختطاف والتكسب المادي من وراء عملية الاختطاف أو الرهائن، ويعني اتخاذ الناس أحيانا حتى دروعا بشرية في مواجهة غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، كما تشير إليه الكثير من الوقائع والقصص. أود أن أشير أولا يعني إلى أنه في الحديث عن نوران حواس، هناك أيضا بيان صدر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الموضوع، لكنها لم تشير إلى تفاصيل الفاعلين وغير ذلك، لأنه ربما أيضا
حرص من طرف اللجنة الدولية من جهة، هو جزء من طبيعة عمل اللجنة الدولية السرية، ولكن في نفس الوقت أيضا حرص على بقية العاملين في ظروف الحرب ألا يتعرضوا للانتقام من طرف هذه الميليشيات المسلحة. في الحديث مرة أخرى أعود إلى موضوع يعني إطلاق يعني سراح مختطفين مقابل فداء مالية، هناك بعض القصص أنه يتم إعدام حتى المختطفين أو الضحايا بعد الحصول على الأموال، كما حصل في حوادث في محافظة إب وعثر على جثث الضحايا ملقاة في الجبل بعد أن استلمت الميليشيات أموال مقابل إطلاق سراحهم. يعني نحن في الحقيقة نتحدث عن مجموعة من النصوص، ميليشيات يعني لا تستشعر أي مسؤولية أخلاقية أو إنسانية أو حتى سياسية. يعني أحيانا نقول عندما يتم اختطاف ناشطين سياسيين ربما للمقايضة على مسألة يعني أمور سياسية، ولكن للأسف أيضا يعني بعض الأمهات المختطفين يتحدثون عن تعرض ذويهم داخل سجون هذه الميليشيات للضرب في نفس يوم الزيارة، وتظهر آثار التعذيب على وجوههم في محاولة أيضا إمعان في إيذاء حتى أسر الضحايا المختطفين. نعم، وهذا يعني وبالتالي قصة صحيح. الأخ يعني النايف عندما يتحدث عن هذه التفاصيل ليست يعني إلا جزء نموذج أو حالة معينة من سياسة ممنهجة تتبعها هذه الميليشيات إذا المختطفين والشجون. وكأننا في غابة. نعم أستاذ محمد، دعنا أنت وسادة المشاهدين نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني ربما خلال العامين الماضيين تم الإفراج عن مختطفين أمريكيين ومن جنسيات أخرى أيضا، وما زال هناك العديد من المختطفين ربما آخرهم بيتر ويلمز مدير معهد إكسيد. برأيك هل أصبح هذا الاختطاف ضمن أجندة تمارسها يعني تحالف الانقلاب؟ خاصة يعني لفت انتباهي حديث الأخ نايف وهو يقول في أثناء التحقيق ما علاقتك ب 2011؟ يعني من المتضرر من 2011 لم يكن المخلوع؟ صحيح، وأنا أشرت في بداية الحلقة إلى أنها كانت جزء أن الاختطافات في اليمن سواء اختطافات والاغتيالات نعم لليمنيين أو للأجانب كانت جزء من أدوات النظام السابق في إدارة الأزمات في البلاد، يعني إدارة البلاد من خلال الأزمات. وبالتالي سواء أحيانا للفت الأنظار إلى قضية معينة وإشغال الرأي العام بها مقابل يعني إلهاء عن قضايا أخرى، استحقاقات سياسية معينة أو غير ذلك. وبالتالي عندما يتحدث الأخ الناجي من سجون الميليشيات تحالف الانقلاب في اليمن عن تحقيقات أو استجواب عن دوره في أحداث 2011، فهو يتحدث عن أحد أطراف هذا التحالف الانقلابي المتوحش الذي يحاول إثراغ أحقاده تجاه المجتمع اليمني بأساليب قمعية رهيبة درج عليها كلا الطرفان في الانقلاب، سواء من خلال النظام الحاكم السابق أو من خلال الموروث الإمامي من الحكم الاستبدادي الكهنوتي للإماميين وأحفادهم الحوثيون اليوم. نعم. وبالتالي لا غرابة في الموضوع أن يكون التحقيقات والاستجوابات للمتهمين أو للمختطفين، أقصد للمختطفين وضحايا الاعتقال والإخفاءات القسرية، هي جزء من الانتقام لأحداث 2011 والثورة الشبابية السلمية. نعم، طيب أستاذ، يعني الاختطافات ربما يعني أنت تحدثت أن في بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تذكر الفاعلين ربما لخشيتها على بعض يعني أفرادها العاملين في اليمن، ما زالوا عاملين هناك من الانتقام، ولكن أليس غريبا صمت الجانب الأمريكي على يعني رعاية؟ ونحن نعلم مثل هذه الدول لا تسكت عن يعني مختطف واحد، عدم إدانة الحوثي لوقوفهم خلف تلك الحالات، عدم يعني حتى أنهم اختطفوا في المناطق التي هم يسيطرون عليها على الأقل تحميلهم جزء من المسؤولية. فعلا، يعني وهنا الغرابة والمفارقة الكبيرة أنه ليس فقط في حادثة اختطاف مواطن أمريكي
لدى ميليشيات الحوثيين، لو كان بيد تنظيمات مسلحة أخرى مثلا استنفرت الولايات المتحدة الأمريكية جهودها السياسية والعسكرية والأمنية كما حصل من قبل في محاولة تحرير أحد الرهائن لدى تنظيم القاعدة، ولكن أظن أنه لحسابات سياسية معينة ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في يعني عدم وصم جماعة الحوثيين بالإرهاب لاعتبارات معينة لتوظيفها كأداة من أدوات النفوذ الأمريكي في المنطقة أو لإيذاء يعني دول معينة كالسعودية ودول الخليج من خلال هذه الأداة، وبالتالي يعني هناك مفارقة إلى الآن غريبة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية وحتى المجتمع الدولي، ليس فقط في هذه الحادثة ولكن في السياسات عموما، في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه التنظيمات المسلحة. إذا كانت جماعة الحوثيين اليوم تمارس الاختطاف وأخذ الرهائن وتقايض عليهم مقابل فدية سواء بشكل مباشر أو هي المسؤولة كسلطة أمر واقع في حدث الاختطاف في مناطق سيطرتها، أو حتى على مستوى أيضا الرهائن للمواطنين اليمنيين الذين لا يتحدث عنهم أحد يعني حتى الآن، حتى في التقارير للأسف الأممية عن قضية المتاجرة بحريات هؤلاء واستخدامهم للحصول على فداء أو تمويلات مالية لإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال مصدر دخل جديد يدر على الحوثيين وحلفائهم أموال جديدة للاستمرار في الحكم. إذن هناك إشكالية حتى في السياسة الدولية تجاه هذه التنظيمات المسلحة لاعتبارات معينة تفرضها يعني حسابات المصالح والتوازنات المعينة، لكنها في نفس الوقت تكشف مدى الازدواجية الواضحة في السياسة الأمريكية وفي السياسة الدولية الآن في الوقت الراهن في التعامل مع جماعة العنف والتنظيمات المسلحة. نعم، طيب أستاذ، يعني هناك أسر يتم ابتزازها من خلال دفع المال، هناك أيضا كما تفضلت عمان أيضا تدفع المال لهذه الجهات، أليست هذه أيضا تعد مداخل لي أو للرزق يعني غير السوق السوداء التي ظهرت في البترول والديزل؟ هناك أيضا يعني نعرف يعني أن هناك حكاية أنه فلان كان يعمل وسيطا لدى الحوثي وأموره ماشية يعني زي صحيح. ما يقال. نعم. يعني حين تتحول هذه المسألة إلى مشروع كسب المال، يعني كيف يمكن أن تعود الأمور لضابطها الطبيعي؟ يعني للأسف الشديد كما أشرت أختي العزيزة، يعني وضع ملف الاختطافات في اليمن موضوع مؤرق ويعني يكتنفه الكثير من الغموض، وهناك أيادي ودوائر استخباراتية يبدو تشتغل بشكل كبير في اليمن في هذه القضية تحديدا منذ وقت مبكر، وتعمل على يعني حتى أيضا بحبل سري من أجهزة تابعة للنظام السابق، لأنه لو كانت جادة أجهزة الدولة في إنهاء هذه الظاهرة لتعاملت معها بشكل مختلف أكثر جدية، ولما شاهدنا اليوم أحد أوائل من سن سنة الاختطاف في اليمن الشيخ نعم. القبلي المعروف يعني هو المشن كما نعم. يدعى، هو اليوم عضو المجلس السياسي الأعلى الذي أعلنت عنه ميليشيات تحالف الانقلاب في اليمن، وكان له اليد الطولة في كثير عمليات من الاختطافات نعم في للأجانب في مارب، وبالتالي هناك عبث واضح في الأمن والسلم في اليمن سواء من خلال بعض الجهات أو الأطراف داخل الدولة في اليمن أو المحسوبة على السلطات سواء قبل الانقلاب أو حتى اليوم بعد تحالف الانقلاب وظهور النظام يعني السابق للأسف كعصابة مسلحة تمتهن الاختطافات والمقايضة على الناس وتمارس انتهاكات بشكل واضح وعلى نطاق واسع. عندما نتحدث عن سلطنة عمان التي تربطها علاقات حميمية كما أشرتم في تقريركم مع ميليشيات الحوثيين، وهي اليوم النافذة الوحيدة للحوثيين، وقبل أيام كانت وسائل الإعلام تتحدث عن ضبط شحنات أسلحة قادمة من سلطنة عمان في طريقها إلى الميليشيات، وكان هناك أيضا حديث عن كل ذلك ربما يشكل كثير يعني وعن فنادق خمسة نجوم في مسقط تستضيف وفد الانقلابيين
ويحظون أيضا بزيارات مكوكية إلى العراق لمقابلة المسؤولين في الحكومة الطائفية في العراق وغير ذلك ولبنان. نعم أستاذ محمد، وبالتالي أريد فقط أن أختم أنه يعني في الفكرة أنه يعني في تداخلات كثيرة على مستوى الداخل والخارج للعبث بالأمن اليمني، ليس من الآن ولكن حتى من قبل. نعم، إذا اسمح لنا أيضا أن تنضم معنا الأخت أم أحمد الصنعاني عضو رابطة أمهات المختطفين عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أم أحمد. مساء النور. أم أحمد، يعني كان الله في عونكم في إخراج أبنائكم وإخوتكم أيضا وأبائكم من سجون الميليشيا. سمعنا أم أحمد أن هناك استخدام للفدية جعل الكثير من أهالي المختطفين دفع أن يدفعوا أموالا طائلة لإطلاق سراح أبنائهم. حدثينا عن بعض التفاصيل التي لديك في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع الفدية، وأنا لا أسمي فدية إنما هو موضوع ابتزاز مالي تقوم بميليشيا الحوثي أهالي المختطفين، وليس بالضرورة أن يكون نتائج هذا الابتزاز الإفراج عن المختطفين، فكثير منهم دفعوا أموال وهم لا يزالون خلف قضبان السجون. نعم. الكثير من الأهالي يضطرون لدفع المبالغ إما للكشف عن أماكنهم، للكشف عن أماكن مختطفيهم إذا كانوا ما زالوا تحت الإخفاء القسري، بوعد أنه سيتم الكشف عن أماكنهم والسماح بزيارتهم أو حتى بوعود الإفراج عنهم. وينذر بشكل نادر جدا أن يتحقق الإفراج عن طريق دفع الأموال. كثير من الأموال ضاعت هباء، ولا نكاد نجد أحد من المختطفين إلا وقد دفع أهله الكثير يعني من المال من أجل إخراجه أو الكشف عن مكانه. نعم. طب أم أحمد، يعني ماذا عن الأسر الفقيرة التي لا تستطيع يعني دفع المال، يعني خاصة يعني نحن نرى أن هناك بعض الأسر دفعت ولم تجد يعني ابنها طليق، ولكن يعني هل تحاول بعض هذه الأسر أن تحذو حذو غيرها رغم أن الأمل غير متوفر؟ هم يضطرون الأسر للاستدانة والاقتراض والبحث عن مصادر للحصول على الدخل المناسب لهذه الميليشيا. نعم. الآن الميليشيا يعني تتعيش على وجود هؤلاء المختطفين في السجون. نعم. طيب، يعني هل تواصلتم بمنظمات دولية ورفعتم إليهم يعني يعني بتفاصيل ما يحدث من المتاجرة بالمختطفين؟ نعم، تواصلنا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. نعم. مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغناهم عن حالات مثل حالات ابتزاز على مستوى كبير جدا، ملايين الريالات، سيارات أحيانا، عقارات، لكن مع الأسف لا تملك هذه المنظمات أي وسيلة ضغط على هذه الجماعة لإيقاف هذا الابتزاز الحاصل. نعم، هل هناك حالات يعني تم دفع يعني المال للميليشيا وتم الإفراج عنها، أم أنها كلها يعني تبوء بالفشل؟ هناك حالات بالفعل تم الإفراج عبر وساطات، عبر وساطات أخذت هذا المال وعلمت لمن تعطي هذا المال بالضبط. يعني مشكلة الأهالي في الأكثر أنهم مستعدين لدفع المال، لكن هذا المال يضيع هباء لأنه لا يصل إلى الشخصيات المؤثرة التي تستطيع أن تخرج هؤلاء وتفرج عنهم. نعم، يعني المسألة تراتبية في مناصب يعني السرقة إن صح لي القول بهذا الشكل. هي سرقة بالفعل. نعم، إذا شكرا لك أم أحمد الصنعاني عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. يعني هناك لابد من وجود الوساطة، إن كانت وساطة دولية أو وساطة محلية، حتى يتم الإفراج عن هؤلاء المختطفين. يعني هناك إشارة أشارت إليها أم أحمد أنه لمن تدفع المال بالضبط، يعني كثير من الأهل يدفعون المال ولكن للشخص الخطأ هناك مستوى أعلى ربما لابد أن يصل إليه هذا المال. يعني في الحقيقة هي عصابات منظمة بشكل جيد وتمارس اللصوصية بشكل محترف، لذلك هي عمدت أولا إلى تغييب إلى تجهيل هويتها من خلال الكنى أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، وهذا يعني يظهر مدى يعني تجذر المفاهيم اللصوصية لدى هذه الميليشيات في التعاطي أيضا أولا في محاولة الهروب والإفلات من المساءلة على جرائمها بحق اليمنيين، وفي نفس الوقت أيضا محاولة الإفلات حتى من أو محاولة ممارسة
الفساد واللصوصية دون أي تبعات محتملة. وبالتالي الشيء اللافت هو في حديث أم أحمد عن للأسف عن يعني أخذ فدية وبالتالي لا يوجد أي نتيجة ولا يتم الإفراج عن في ظل وضع معيشي صعب للناس اليوم بسبب الانقلاب الذي قادته هذه التحالف والانقلاب على اليمن ويعني تصاعد وتفاقم معاناة الناس. يعني تضطر أحيانا بعض العائلات إلى بيع ممتلكاتها ومدخراتها. نعم هو كما أسمته يعني أم أحمد ابتزاز أكثر من أنه في كلام. ابتزاز صحيح يعني ومحاولة للحصول على أموال أيا كان بأي طريقة كانت لا يهمهم إن كانوا يعني إن كانت على حساب معاناة أيضا الناس لا يهمهم شيء. لا تتمتع هذه الميليشيات كما قلت قبل قليل بأي شعور بمسؤولية إنسانية أو أخلاقية أو سياسية تجاه المجتمع. أهم شيء أن تستمر أن يستمر الارتزاق من خلال والسحت من خلال المتاجرة بمعاناة الضحايا. اليوم عندما تتحدث هذه الميليشيات على سبيل المثال وتبدأ تولول بشكل فظيع عندما تحدث أحيانا يعني ضحايا سقوط ضحايا لا يوجد تحقيق حول بشأنها لكن تشير أصابع الاتهام أحيانا إلى غارات التحالف العربي تبادر إلى الحديث عن يعني دماء اليمنيين والمتاجرة بهذه ومن يسمعها كأنها يعني تهتم بذلك بينما هي في الواقع نعم تمارس أبشع صور التنكيل بالمجتمع اليمني. لا يهمها دماء اليمنيين ولا كرامتهم ولا حرياتهم على يعني في مجرد أن نتحدث عن ملف واحد من ملفات الانتهاكات والجرائم التي تمارسها نجد بشاعة غير عادية. نعم. بالفعل يعني مثل هذه القضية التي نناقشها يعني نناقشها الليلة وإن كان لها جذور معينة في المجتمع اليمني وليست وليدة اللحظة لكن اليوم هي تتجلى بشكل أبشع مما سبق وبصورة ممنهجة ويعني نعم ربما أستاذ محمد يعني هي وصلت في السابق إلى مرحلة مبتذلة يعني حيث أن شيخ القبيلة يختطف الأجنبي حتى يحصل ابنه على منحة أو سيضرب برج الكهرباء حتى يحصل يعني كان هناك ابتزاز للدولة صارخ وواضح ولم يقفوا عند حدود ربما كما تفضلت يتم استخدام هؤلاء الذين كانوا أعلاما في مسائل الاختطاف الآن أصبحوا في صحيح. رأس الدولة لديهم بالنسبة للمجتمع الدولي أستاذ يعني محمد ربما كان في السابق صالح يعني يغريهم بهذا الملف ملف القاعدة وملف الاختطافات وأنه يحارب هذه الأشياء الآن يعني لما هذا السكوت من قبل المجتمع الدولي لهذه الممارسات التي ربما أصبحت مكشوفة واضحة من الذي يقوم بها؟ أولا أود أن أشير إلى نقطة مهمة ربما الكثير لا يتنبه لها وهي سياسة الرهائن ليست فقط يعني سياسة تنتهجها اليوم ميليشيات الحوثيين كجزء من ثقافة يعني متجذرة في وعيها السياسي والتاريخي كامتداد كحركة امتداد للإماميين في اليمن ولكن أيضا هي سياسة إيرانية بامتياز الرهائن. نتذكر أن الإيرانيين مارسوا هذه السياسة أو دبلوماسية الرهائن كما يطلق عليها بعض المحللين وبالتالي هي تجربة تضافرت كثير من التجارب والعوامل والثقافات لدى ميليشيات الحوثيين لممارسة هذه الجريمة الاختطاف بالإضافة إلى التحالف أيضا مع النظام السابق وأدواته واستخدام هذه الجريمة كجزء من إدارة الصراع في الحكم في البلد. لكن سؤالك فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي الحقيقة هو أولا لا يزال الجدل محتدم إزاء مسألة الفدية دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية يعني ونحن كيمنيين نعتقد أن جماعة الحوثيين جماعة إرهابية بامتياز وإن لم يكن هي إرهابية فلا يوجد شيء إرهاب يعني أكثر من الإرهاب الذي تمارسه يعني سواء اعترف المجتمع الدولي أو لم يعترف الواقع يشهد بأنها تنظيم إرهابي بامتياز. هناك قرار من مجلس الأمن سابق جرى تقديمه كمشروع من المملكة المتحدة حول تجريم مسألة دفع الفدية للخاطفين على الرهائن. نعم أستاذ محمد يعني أنا المخرج يشير لي بانتهاء الحلقة. الوقت شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي الناشط الحقوقي. شكرا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة كونوا برعاية الله وأمنه.